عايز حسونه؟ ايوه. راح السوق يتفرج على الاراجوز. ايه؟ اراجوز؟ اراجوز ايه؟ هوي حسونه هوي. اسكت هتصحيك. انت بتعمل ايه؟ مقلب. اسكت واتفرج. حسونه كده غلط؟ خطر. ايه ده؟ الحرب جامد؟ الحقوني. تعال هنا يا شقي. اجري يا بكار، اجري يا بكار. تعال هنا بقول لك. بقى ده كلام ده؟ انت اصلا عايز ايه؟ انا قلت افوت عليك اشوف هتعمل ايه النهارده بالليل. ليه؟ هو انت مش فاكر يا حسونه؟ مش فاكر ايه؟ حسونه. ايوه. انت عملت ايه في عم شلالي؟ انا ما عملتش. ده بكار هو اللي هو اللي حط لي البوم. انا مش عارف اعمل معاك ايه. مش كفايه انك جرحت لي العربيه؟ ده انا كنت بجرب الكبريت هيحرق الحديد ولا لا. اسكت. لازم النهارده يبقى في عقاب شديد عشان تبطل شجاوه. ايوه كده، ما تسكتلوش، ده محتاج يتربى. ولا تضايق نفسك يا عم شلالي. حسونه. نعم. عقابا ليك على اللي عملته، انت مش هتخرج من البيت النهارده عشان تحرم. ايه ده؟ ده اللي ربنا قدرك عليه. انا ما عملتش حاجه، انا كنت بهزر معاه. كل الناس نسي عيد ميلادي يا رشيد. ميمي ميمي ميمي. الا انت، انا عارف. ميمي. وعلبه الالوان مش مشكله، انا معايا 10 جنيه وهحوش ثمنها. معلش، انا مش زعلان من حد، عادي جدا اني افتكر عيد ميلادي لانه عيد ميلادي انا، لكن الناس كل واحد عنده حاجه شغلاه، بس مش مشكله. واصلا انا بحبهم كلهم. ميمي مي. وانت كمان طبعا. النهارده عيد ميلادي يا رشيد، ومش هيبقى يوم كويس الا لو انا خليته يوم كويس. انا هروح البيت، وبعد ما اتغدى هخرج اروح المكتبه، ولما الليل يجي هروح واتفرج على كرتون، وهيبقى اليوم الجميل ده هو هدية عيد ميلادي. يوه، ليه كده؟